الرسمية. أحمد شفيق ينسحب. فقد أصدر الفريق أحمد شفيق قرارا بتفويض اللواء رؤوف السيد في صلاحيات رئيس حزب الحركة الوطنية وإعلانه ممثلا للحزب أمام كل المؤسسات والجهات المعنية بالدولة. وكان الفريق شفيق قد عقد اجتماعا مطولا مع قيادات الحزب، فيما لم يعلن الحزب موقفه من انتخابات الرئاسة والمرشح الذي سيتم دعمه عقب غلق باب الترشح.